السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة مايند فيتنس. في هذا الفيديو نقدم واحد المجموعة تمارين رياضية خاصة بهذا الأداة اللي هي الأكرو ويل أو الأبي ويل. هذه كتسمى الأبي ويل وهذه كتسمى الأكرو ويل. عندي ديجا فيديوهات كنتمنى تكون شفتوهم. الدور ديال هاد الأدوات كيخدمو كلي زابدومينو، ولكن أي تمرين في الرياضة ما كيخدمش غير عضلة واحدة. هادو ملي كتخدم مثلا لي زابدومينو بديك الحركة بحال هكا، كتخدم البيكتور وكتخدم لي ديلتا او لي شولدر، الكتاف لي زيبول، كتخدم الترابيز، كتخدم البيسيبس، كتخدم التريسيبس، لا فومبرا. يعني هاد الادوات كيحركوا هاد لاباسي بوستيريور كلها، ولكن الاهم هو هاد لي زابدومينو. هادو ما عادش كيركزوا بزاف، ومع تجربه ومع ممارسه بقيت كنفكر علاش ما نطورش هاد الادوات ونجمعهم في اداه واحده. وانا صوب هادي، يعني هادي كتخدم بالضيق الواسع والاكثر عرضا، يعني الواسع ليكار توتال. مع الوقت كتوصل لهذه، ما تبداش بهذه، شويه صعيبه العرض شويه صعيب. واحد التعليمات او ارشادات، ماشي نصائح، ارشادات تعليمات تقنيات حيل نفسيه باش تولي مدمن على الرياضه. حيل ايجابيه ماشي حيل سلبيه. باش تولي مدمن على الرياضه ولا على الاقل كتريني بدين فاسون ريغولير، يعني نهار بنهار، يعني 3 مرات في السيمانه او على الاقل 2 مرات في السيمانه، وعلاش لا 5 المرات في السيمانه، 6 المرات في السيمانه، 7 المرات في السيمانه، علاش لا؟ نورمالمون نص ساعه يوميا، صافو دير 7 المرات في السيمانه، نص ساعه يوميا، هذا هو المنطق. علاش؟ نص ساعه خفيفه كتخدم مزيان وما كتعياش، وعاوتاني كتخدم غدا وبعد غدا، وكتبقى كتولي عندك واحد العاده اللي ما تقدرش تخلى عليها. وحتى الى راطيتي، الى ضيعتي شي حصه مثلا ثلاث، ضيعتي ثلاث اربع تريني، ماشي مثلا 3 حصص في السيمانه ضيعتي ثلاث، ما غاتريني حتى الخميس ولا الجمعه. هذا هو نص ساعه يوميا، هذا هو الدور ديالها. وباش تولي مدمن على الرياضه ولا على الاقل منتظم في لونطريمون ديالك، حاول ما امكن تقل الحركه. اتقان الحركه كيعطيك واحد المتعه في الرياضه، وكتولي كتشوق الحصه الجايه. ماشي مثلا انت خدام ومغيب كاع، مثلا كتخدم تراكسيون مغيب في دماغك، المهم كتضرب تراكسيون كتحس براسك عييتي كتوقف، ما مركزش فين كتخدم ولا اش كتخدم. حاول تقول الحركه بشويه، وبالنسبه للتراكسيون ولا اي حركه حاول تركز عليها. التراكسيون الاغلبيه كيخدموها برجلين واسعين، شويه كتبان لي ماشي هي هذيك. كاين واحد النوع التراكسيون تخدم رجلين واسعين، مثلا على يد وحده خصك تحل رجليك، ماشي مشكل. تراكسيون بجوج يدين رجلي من الاحسن يكونوا بحال هكا مجموعين. علاش؟ باش تقول كامل ديال لوكور كيكون هنا. اما ملي كتكون حال رجليك كتعاون برجليك، ملي كتبغي ترجع في التراكسيون مثلا كتخدم تراكسيون بحال هكا كتعاون برجليك، كتبغي تطلع كتعاون برجليك. الا كنتي جامع رجليك اليدين هما اللي كيخدموا في التراكسيون. يعني حاول ما امكن ملي كتكون كتريني مثلا واحد العضله مثلا بيسيبس ولا تريسيبس، حاول تركز عليها مزيان، وحاول تفيزواليزي، دير واحد البيرسيبسيون، واحد التصور في دماغك، وتخيل ديك العضله بوحدها اللي خدامه، مثلا خدامه بيسيبس بحال ليزر. ليزر علاش الليزر مجهد؟ لان بريسيون مجموع وكيمشي لواحد النقطه بالذات، داكشي باش مجمع، ماشي باش مجهد، ماشي بحال الضو هكا بشتت هكاك. دابا العضله ملي تكون خدام، حاول تخيل ديك العضله هي اللي خدامه بوحدها، وبحال تصيفط لها الثقل ديال لوكور ديالك كامل، تصيفط لديك العضله مثلا البيسيبس، ولا الثقل ديال ديك لالتير مثلا اللي خدام بها، يمشي كامل لهاد العضله بوحدها. اما انت خدام بحال هكا اليد كلها خدامه، المهم راه كتستافد ولكن ماشي بواحد الشكل كبير. ثالثا يكون عندك واحد شويه الماتيريال، الماتيريال المهم في الدار، ماشي شي حاجه كبيره، مهم يكون عندك هاد لي زالتر مثلا، ولا يكون عندك هاد لي زاكرويل. شتي هادو بوحدهم، هادو بوحدهم ينفعوك مزيان، تخدم بهم بزاف الحوايج. و الا قدرتي توفر هاد لابار باراليل ولا لابار فيكس، الا كان عندك بوسيبيليتي باش دير لابار فيكس في الدار ولا شي حاجه، ولا في السطح، راه مهمه بزاف لابار فيكس، مهمه بزاف. والباراليل ولاكورد والبيكالا، الا كانت عندك بيكالا ديال لونطريمون، ماشي ديال الزنقه، حتى ديال الزنقه، ولكن تكون عندك في هكا في الدار ديال لونطريمون ديال لاصال. تراكسيون، هادو حوايج مهمه. الجرا مهم بزاف،
ما تركزش على الحديد، الحديد ماشي هو الاساس، غا مكمل، غا كيعاون، غا كيشجعك. كتشوف هذا الماتيريال كتخلق واحد الحصه رياضيه، كتجي عيان من الخدمه ولا غا انت معي راسك كتوريني عيان، كتدخل الدار ما كاينش ماتيريال، اش غادي ندير؟ غسل رجليا، تعشى، ناس. ملي كتكون كيكون الماتيريال بز منك تريني، كتريني اليوم 4 ساعة، غدا ثلث ساعة، غدا نص ساعة، حتى كتولي الرياضة شادة فيك وشاد فيها. وبالنسبة للدوش، الدوش الماء بوحدو ما دير حتى شي حاجة، لأن المسام كتكون محلولة، الجسم سخون، المسام محلولة، الخلايا حية. إلا درتي شي برودوي كيما كان واخا طبيعي كيتابسوربا وكيفرع دوك الخلايا ودوك المسام، الماء بوحدو دافئ ولا قدرتي الماء بارد راه مزيان. وكنتمنى تشوفوا الفيديوهات السابقه ديال الاكرويل، ديال البار باراليل، ديال التراكسيون، ديال البي اريكس، ديك السونطه تاع اريكس، التراكسيون على الحيط. توت فاسون هادشي اللي كاين، وشكرا على المتابعه. غادي نحاول ندير واحد التمارين يعني سبيسيال اللي بغينا نقولوا، خدمهم، حاول تطبقهم وغادي تشوف. ها ما تعقش، ما تعقش وما ما تقولش ها تمارين عاديه، حاول تطبقهم وتخدمهم باتقان وبشويه ويوميا، وتشوف كيفاش غتولي، لا في لي زابدومينو ولا في اي بلاصه. واللي اهم هو تركز على السفل، تربي السفل ديالك بالجره، بالسباحه الى لقيتي الفرصه، لاكورد، البيكالا. الاهم حاجه هو السفل والاعضاء الداخلي يكونوا صحاح، هذا هو الاهم. اما العضلات ما تكونش مهووس بالعضلات، وما تركزش على الحديد، الا ركزتي على الحديد ما غاديش تبقى تجري، وما غاديش تبقى دير حتى شي حاجه، تولي غير الحديد، تولي قداش، تولي مزير، و مشكل في التنفس، مشكل في الدوره الدمويه. المهم راه حضرت واحد الفيديو السابق، دابا نديرو في الاي ولا في صندوق الوصف تحت الفيديو، يعني سلبيات بناء الاجسام، ماشي كمال الاجسام، بناء الاجسام. ميسكيلاسيون، ميسكيلاسيون سافو دير بادي بيلدين، سافو دير بناء الاجسام، كتلقى في لاصال دايرين كمال الاجسام، وهذا خطا كبير ومغالطه فكريه اللي بغيت نقولها. لوطو اللي كتسمع كمال الاجسام كتضربك بحال شي عاصفه، او كمال الاجسام يعني الجسم ديالنا خاص خصني نمشي لديك لاصال نكمل الجسم ديالي. بناء الاجسام، انسان مخلوق كامل، خلقنا ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. شنو اللي ناقص فينا هو السلوك، اما الجسم راه كامل الحمد لله. وشكرا على المتابعه.
هذه اكثر اهميه، ولكن هذه كتطلب تركيز اكثر. هذه كتخدم لي زابو، تخدم لك هاد لي دورسو تريسيبس. المهم تقريبا هاد البارتي كلها صح، ولكن تركز مزيان، لان اي خطا لا حد يشير ولا شي حاجه كتجي غادي تمشوش اول مره تخدمها. قبل ما ناخذ هذه البطاريه الصراحه كانت عندي حريه انني نبدا، انا اللي كنصور مثلا بحال هذا الشكل هذا بيديا سميتو بزاف الحوايج اللي صارتو بيديا، يعني كيكون عندك فرصه نبدا، ولكن ملي كتاخذ هذه البطاريه هذا عرفتي داك لوكوتي ديال الكرياسيون ولا الابداع كيتهمش. ولكن مع ذلك حتى مثلا لي زونتير كاين الحركة ديالو معروفين، ولكن تقدر تخرج منهم حركة أخرى، مثلا تكومبيني دير مثلا تروا زيكزيسيس، مثلا بالنسبة للبيسيبس ديك اللي دوز واحد الحركة ومفهمناش، نفترض هادي هادي لاطير أو دامبي، مثلا كتخدم بحال هكا وفي نفس الوقت الكسف، ولا بحال هكا الكسف. ولا لافونبرا ونكسف، يعني تكومبيني لي زيكزيسيس، متبقاش يعني رسمي في الطريق، يعني تبدا داكشي اوفيسيال اللي معروف. ولكن الاهم هو الحركات، الحركات الرياضية يعني وايت فري كما كيقولو، يعني بدون اصغر، يعني كيما كيقولو يور بادي از يور اون جيم، يعني الجسم ديالك هو القاعة الرياضية الخاصة بك. ميكرو حيتو ما عرفتش الصوت اللي راه يوصل لنا. حاول تخدم الحركات بوحدهم مزيان، ما كانش عندك الماتيريال، الحركات مهمين حسب الماتيريال، الدخول ديال لاكور ديالك كافي، جدا لاكور لا بيسيكليت، يعني كانت عندك بيكار ولا بيسيكليت فريمون ماشي مشكل، لاكور تراكسيون كوافيسيبس تخدم الدخول ديال لاكور ديالك. ما عندكش الماتيريال تخدم الحركات، عندك الا ما كانش عندك الماتيريال عندك فرصه فين تخدم الحركات، لان الماتيريال تتفصل كل حاجه عندها كوتي بوزيتيف كوتي نيجاتيف. لوطور اللي كتوفر الماتيريال كيغيب داك الجانب ديال الحركه ديال الابداع، ديال انك تكتشف الحركات وتتسامع بهم وتخدمهم مزيان وتستراتيجيز وتكون منصوف. كل حاجه عندها كوتي بوزيتيف نيجاتيف، ما عندكش الماتيريال كوتي نيجاتيف، ما عندكش الماتيريال كوتي بوزيتيف انك تخدم الحركات، عندك فرصه في تخدم الحركات، وآمن بالحركات وتخدم الحركات بإتقان بجديه وبشويه، وتصور الحركه اش كتخدم. مثلا في الكونتراكسيون ركز على البيكتور في الدماغ ديالك، دير واحد الفيزواليزاسيون، واحد التصور، تخيل ديك الحركه اش كتخدم ديك العضله، وغتلقى النتيجه. يعني الحركات اهم ما يكون، الجرى، السباحه، لاكور، هادو الاهم. راه فرصه اللي ما عندكش الماتيريال، راه كل حاجه كما كنقولوا بالجانب الديني نعمه ونقمه، هو الماتيريال مزيان تخدم به، ولكن كتنسى الحركات، كتنسى الجرى، كتنسى الاقوى، فهمتي؟ ما كاينش ماتيريال الو الحركات، ادمان على الحركات، قصد راسك بالحركات، معنى كاين يوميا، كاينين اللي كيديروا قنوات يوتيوب مثلا 3 مليون ديال المشتركين، الحركات فقط. والجسم ديالو والكور ديالو طاس والسفل والجرا، يعني لان علاش؟ انا بداك الشيء بقى خدام فيه سنين،
يخدم الحركات مثلا لي زارباسيون الحركات كل حركات وكل شوف كيفاش كداير كفاه قاصح يقدر يعاود بحديد ولكن الحديد غادي يكون مؤخرا يعني من انتشار الحديد والميسكلاسيون حتى هما ولاو كيستعملوا بعض الادوات لي زارتير والبابار والى اخره وما هما معتمدين على الحركات تراكسيون ليكو ديال ديال لي زارباسيون كاراتي ولا تيكوندو ولا في الكونتا ولا شي حاجه ديك الحركات كتلقاها قاصح وخفيف وطراسي وصوت مزيان وقاطع مزيانين ركز على الحركات وغتمشي بعيد كان الوطني ولا مكانش ماشي مشكل المهم انك تريني نص ساعه يوميا هذا هو الاهم وانضباط واتقان وبجديه وماشي غير ندوز ديك الحصه معليش ماشي غتقول غادي عندي حصه نمشي بحال هي الحصه وشي بلاصه اخرى باش ندوزها غتمشي لبلاصه غتريني واخا عيان راه لونطريمون كتحيد عليا كنت تجيبو خدمة عيان ما تسلمش برمج راسك غير هناك غادي تريني وتخش تولي بخير إلا كنت عيان وفي ميتريني كيتزاد بحال كتخيل أن راسك عيان وكتزيد على راسك ديك العيا ديال لونطريمون يعني كتعتبر لونطريمون عيان وكتزيد ديك العيا ديال لونطريمون على ديك العيا ديالك ديال الخدمة ولا ديال الدورة في الزنقة ولا شي حاجة قول مع راسك ديرها لداخل وأمنها لأنني جاي عيان عادي ديك العيا الخدمة عادي ومزيان ديك العيا الخدمة لأنك تكون اكسيفي لوكور ديال الدوار قول أنني غادي نمشي لبلاصة غادي ندوش غنولي الطوب بخير وهادشي اللي كاين نيت كدوش تشوف راه كتسبق سبق الوقعة ديالك جيت عيان وعكستي ولكن مع ذلك مشيتي في نيت وغادي في الدار ودوش بقيتي كتقول اه هكا وتخيل كون تعيش بزاف هاد الحصة شوف كيولي الدار بخير يعني نون طايمون كتحيد عليا العيا جيت عيان وما تريتيش كيتزاد عليهم هادي ديرها بالك لان لونطريمون مهما كنت عيان تريني في 3 الصباح تريني مع 12 الليل تريني مع 12 النهار لونطريمون كتحيد عليا سواء في الشمس في وسط النهار في الطاي الاولى 12 النهار كتحيد عليا في الليل مع 12 النهار مع 12 الليل كتحيد عليا 3 الصباح 4 الصباح كتحيد عليا وإلا كنتي خدام تريني قبل تمشي الخدمة وشوف النهار كيفاش غيدوز خليتي ساعتين من الخدمة لا سبا اندونيد تريني قبل تمشي الخدمة وشوف النهار كيدوز غتحس بواحد الشوية ديال العيا ولا تقدري تصدي عينك واحد الشوية ولكن داكشي كيدوز النهار كيدوز بابيكا ما تخليش فاطمة يكون تا العشية ما تخصمش بيها بدا بيها تكون هي الأولى باش يكون النهار كيدوز مزيان وراه كيطلع يعني سميتو هرمون السعادة سميتو الدوبامين الدوبامين كيتنتج مزيان كيدوز النهار بلا بيكا وشكرا على المشاهدة والله يجعل لي خافي على الجميع.